بعد حادث الانفجار الذي وقع ببلديه بابور بولايه الصيف والذي نتج عنه انهيار كلي لمسكن ارضي ادى لوفاه طفل ذو 17 شهرا واصابه طفله تبلغ من العمر اربع سنوات بحروق متفاوته الخطوره ووالدتها من جهتها فتحت نيابه العمل لدى مجلس قضاء الصيف مباشره بعد الحادث تحقيقا ابتدائي للوقوف على اسباب الانفجار ومدى سلامه الاجهزه الكهرومنزليه المستعمله بالمنزل